وجه التحالف العربي ضربة نوعية للانقلابيين في اليمن بتدمير أكبر مخزن لصواريخ سكود كان يخفيه المتمردون في أحد المعسكرات بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية بالمحافظة إن طيران التحالف العربي نفذ 7 غارات على معسكر اللواء 26، وأن الغارات استهدفت مخازن صواريخ جنوب سور المعسكر. في غضون ذلك نفذت المقاومة الشعبية بمحافظة تعز عدة عمليات وكمائن أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي المسنودة بقوات موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. من جهة أخرى كشفت مصادر في المقاومة الشعبية بعدن عن خطة أمنية يجري العمل على تنفيذها بواسطة الجهات أو بواسطة الجهات المختصة تشمل توفير حماية جوية بصواريخ باتريوت، وذلك بهدف فرض الأمن في المدينة وتطبيع الأوضاع وحماية السكان. بعد التقدم العسكري على جبهة المخا أفادت مصادر يمنية أن القوات المشتركة بدأت الاستعداد لفتح جبهة الجوف لاستعادتها من ميليشيات الرئيس المخلوع صالح والحوثيين بعد التقدم الذي تم إحرازه في المخا.